FM. الكل مليك. الدستور التونسي يلزم أنا كمان نبدأ نقوله كونه هو دستور متقدم جدا بارابور للدستور متاع غورة جوان 59. باش متقدم؟ متقدم بالمبادئ الأساسية متاعه، بالحقوق والحريات. هو ستان كاتالوج دو دغوا دو ليبرتي، معناتها فيه تضمين لكل الحقوق والحريات الفردية والجماعية الخاصة والعامة. معناتها يخلينا نجم نقوله كونه بالدستور هذا، دستور 27 جانفي 2014، تونس ترتقي من ناحية النص إلى مستوى الدول المتقدمة جدا في ميدان التوازن بين السلطات، في ميدان الحقوق والحريات، في ميدان دولة القانون. معناتها on peut parler d'un état d'un véritable état de droit اليوم مع دستور 27 جانفي 2014. صحيح كونه الدستور هذا أتى بتصور جديد لنظام الحكم، ما عادش اقتعنا مع نظام الحكم اللي رئيس الدولة فيه هو رئيس كل السلطات داخل الدولة، فما توزيع للسلطات، فما إعادة اعتبار للبرلمان، فما تصور جديد لمبدأ الفصل بين السلطات. ما عادش نفصلوا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولينا نفصلوا بين السلطة المركزية او نيفو سنترال اي الجماعات العمومية المحلية. اليوم فما عمل كبير في البرلمان باش نتجاوزوا الأجال اللي تم خرقها مالوغوزمون في الدستور. يعني غروسو مودو نجمو اجمالا نجمو نقولوا كونو دستور 27 جانفي 2014 حقق خطوة هامة وكبيرة نحو طريق إرساء دولة القانون. بقى بطبيعة الحال وهذا هو اللي همنا أكثر من الإيجابيات، بقى فما العديد من النقائص في هذا الدستور اللي أثبتها الواقع. معناتها سي او فور يا مزور كون افونس دون لابليكاسيون دو لا كونستيتيوسيون كون سو ران كونت اللي عندنا مشاكل في تأويل النص الدستوري، في التأخير في إرساء المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية، على خاطر اون بو بارلي دان فيغيتابل ايتا دو دغوا إلا إذا كان عندنا محكمة دستورية قادرة باش تقولنا اليوم هل أن القوانين اللي قاعد يصدر فيها البرلمان هي مطابقة أو غير مطابقة للدستور. الكلمة ليك.